رجعنا لكم مشاهدينا ومكملين معاكم في سراي، واليوم اللي منورينا ونجومنا الفنانة رندا وطيف. يا مرحبا فيكم. يا مرحبا. أول شيء أحب أقول لكم ألف مبروك على النجاح وتستحقونه، وفعلا إحنا يعني نطالع المسلسل وإحنا مستمتعين الحمد لله. مستمتعين بنجاحكم لأن يعني الشيء اللي سويتوه مبين تعبكم، وأنتوا حصدتوا هذا التعب، ويعطيكم ألف عافية، وإحنا فخورين بهذا النجاح بعد. حبيبتي الحمد لله. حبيبتي. بداية طيف، أنت متفاجئة من نجاح المسلسل ولا مو متفاجئة؟ متفاجئة وايد. متفاجئة. أنا كنت متوقعة نجاحه، بس ما كنت متوقعة بهالشكل هذا. ما شاء الله. يعني بس الحمد لله، هذا كله تعبنا وشقانا اللي تعبنا فيه صراحة، يعني إحنا وايد تعبنا، بس الحمد لله آخر شيء صار يقول ختامه مسك يعني. الحمد لله. طبعا اليوم احنا سعيدين لانكم متواجدين معانا، واكيد الفنانه الجميله المتالقه دائما في اعمالك طيف، يعني دائما انت في كل المسلسلات مميزه، وايضا نمسي على الجميله واليوم كذي الاطلاله هذه الحلوه رندا حبيبتي، نمسي عليك بكل خير. اليوم راح نستمتع في اكيد في حوارنا، لكن عندنا تقرير بنشوفه مع بعض ونرجع لكم. يلا. ضيوفنا الليلة مختلفين، الفنانة طيف والفنانة رندا حجاج، كل واحدة فيهم لها شخصيتها ومكانتها وهويتها في الوسط الفني. طيف دارت الأيام وغدر الزمن وصالح طالح والقدر المحتوم وإرهابيات وجود والكون في كفة، شقول ومنين ابتدي؟ ممثلة من بداية التسعينيات وهي تحفر بالصخر، ولا مرة سمعنا أنها دخلت بمشكلة مع أحد. شخصيتها قوية لكن قلبها قلب طير من طيبتها. أما الممثلة الشابة رندا حجاج نقدر نقول بأنها وجه نسائي قادم بقوة في الدراما المحلية. خطواتها بتأني وما تستعجل الشهرة اللي بتيجي لعندها في قادم الأيام. رندا خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، يعني تأسست صح وأكاديمية بعد، لكنها تؤمن أن الدراسة تثقل الموهبة، والفنان إذا ما عنده الموهبة ما راح يطول. مشاركاتها وايد في الدراما الخليجية، آخرها أمينة حاف. الحلو بضيوفنا الليلة رغم فارق المكانة والشهرة والعمر إلا أنهم على قلب واحد. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا التقرير الجميل، وانا حابه اقول حق الفنانه طيف الف الف مبروك هذا النجاح الجميل. الله يبارك. اللي ما شاء الله هذا المسلسل الحين تقريبا راح يصير لنا خلاص شهر كامل ترند في السوشيال ميديا. الحمد لله. والعمل مثل ما يقولون مكسر الدنيا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والله. كلمينا عن هذا النجاح، كلمينا عن هذا العمل الجميل اللي قدمته. يعني بالبدايه اول ما قريتي النص من البدايه؟ شوفي، اول ما عرض علي الاستاذ علي الدوحان النص وايد حبيته، وايد حبيت الشخصيه. بعدين سالني تصدقين شو الادوار او الشخصيه اللي عجبتك؟ كانت رقيه، دور رقيه كان وايد عاجبني. فلما قال لي شهد ان احنا اللي اخترناه، قلت الحمد لله بالعكس، قلت له شهد بتادي احسن مني ألف مره، لاني انا اعرف قدرات شهد. فقريتها وحبيتها. فاجأتنا كلنا شهد. شهد صراحة. جميلة. شهد عندها قدرات للأسف ما حد اكتشفها. يعني للأسف إنه احكروها بالأدوار اللي تجيب مشهد مشهدين حلقتين ثلاث، ما حاولوا إنه يشتغلون عليها. للأسف عندنا إحنا هني بالخليج أو بالكويت في مخرجين ما يبون يشتغلون على الممثل، بس تعال قول اللي عندك روح يبي يخلص. لكن لما دوحان أعطاها بالكون في كفة كانوا متخوفين، ترى سعد كان متخوف الأستاذ، أمسي على الأستاذ سعد وأقول لك العام أنت بخير، فكان متخوف، بس لما شافوها فعلا تفاجأوا فيها، كانوا متفاجئين. متفاجئين. أنا على طاري متفاجئين. يعني أول مرة نشوفك طيف بلزمة، يعني أعتقد ما سويتيها من لا قبل. لا أبدا. شلون طلعت معك اللزمة؟ والله ما أذكر، بس هل أنا قلتها في مشهد وعجبت علي الدوحان، أو علي الدوحان يا قالي
قولي متفاجئة. فقلتها في مشاهد البيت اللي مع إلهام الفضل، فقالوا لي ثبتيها وايد حلوة، فقمت أثبتها في أماكن معينة إنه يصير أقولها، فكانت حلوة بس ما توقعت إنها بتاخذ هالصدمة. خذيتيها وياك البيت ولا للحين بس لا لا طبعا أنا ما أخذ. الحين حتى عيالي قاموا يقولوا لي متفاجئة والله يقولوا لي حتى عيالي. رندا طبعا كل من تابع هذا المسلسل طبعا الكل يعني عرف إن هذا المسلسل فيه خلطة سرية. صحيح. شنو هذه الخلطة السرية؟ الكل ما شاء الله يتكلم في هذا المسلسل، يعني كلمينا، هل كان تيم قلب على قلب؟ وايد يعني صدق، احنا كنا جروب الحمد لله ما في مشاكل، كلنا على قلب واحد نهائيا الحمد لله. يعني حتى لو عندنا ظرف او في تاخير او في شيء عادي ينطرون. صح. يعني انا اكثر وحده واعترف ان انا وايد كانت عندي ظروف وايد صعبه، كانوا ينطروني لما اخلص ظروفي، لما اخلص بكي، ومقدرين ناطرين كل شيء. يعني كنا صدق على قلب واحد، وهذا الشيء انعكس على الشاشه الحمد لله. جميل. على طاري الظروف الصعبه، يعني يقولوا كان في مشاهد المفروض انك تضحكين فيها. صحيح. وكنتي تضحكين، وبعدين لما يعني كت المشهد انت تبكين تردين تكملين. صحيح. اي انا مسلسل امينه حاف يعني مريت بظروف وايد صعبه، ماما دشت مستشفى وعمليه، يعني كان عندها ورم الحمد لله وشالوه، يعني كنت قاعده امر بمرحله وايد صعبه، وانا كنت معاها الوحيده بالمستشفى، فيعني كنت بين كفين، يا اني اكون بالمستشفى يا اني اكمل اشتغل، وانا موقعه عقد وملتزمه. للأمانة كنت ملتزمة كثر ما أقدر، يعني كانوا هم ينسقولي إنه يعني صاروا يحطولي أوردري الساعة واحدة علشان أروح عند الوالدة الصبح. يعني إيه صحيح كنت لما أخلص المشهد أروح أبكي. إيش كثر تعبتي؟ وايد وايد، حتى هم كلهم شاهدين إنه إيش كثر أنا كنت قاعدة أعاني بالمستشفى. كل صراحة كنتي تتوقعين هذا النجاح؟ أنا عن نفسي كنت إيه، كنت وايد متوقعة، بس أنا ما كنت متوقعة نجاحي. للأمانة قلت، لأن أنا كنت أحس على الكاميرا مالي خلق إني أمثل صدق، يعني أنا كنت وايد تعبانة، فقلت لا. بس بعدين لما شفت شلون الأصداء صارت والتفاعل الناس وايد استانس، يعني قلت ألف الحمد لله، يعني سبحان الله تعبي ما راح على الفاضي، يعني لمستي النجاح، حلاوة النجاح الحمد لله. على طاري حلاوة النجاح طيف، يعني قلت لك قبل شوي قاعدة أقول لك ما حاشكم هذه الغرور مال النجاح هذا، قلتي لي لا إحنا جيل التسعينات والقدمة ما يعني ما شوفي إحنا ما نستانس نفتخر إن إحنا مثلا سوينا شيء حلو ونال إعجاب الناس كلها، لكن أنا أتكلم عن نفسي، أنا عمري ما انغريت، عمري في حياتي من بديت لليوم أنا هذه يا طيف. يعني واللي يعرفوني دائما يقول مثل هبة الدري، تعرفني تقول لي ماما أنت ما تتغير، أنا ما أتغير من دارة الأيام لليوم. يمكن البنات اللي توهم طالعين ممكن يعني شوية حوشهم غرور كل سرعة. لا رندا المستحيل، رندا ما أتوقع رندا مستحيل. لا أنا مو ما يعني ما عندي هذا الطبع، بس أنا فخورة أني أنا موجودة بهذا العمل. يعني لما يقولون أمينة حاف أقول الحمد لله أن أنا كملت. شنو السبب؟ نجاح المسلسل ومن خلال النجاح. أنا توني كنت بسألها، يعني من خلال نجاح هذا العمل الجروب ترى على فكرة يأثر، يعني نفس ما ذكرت الفنانة طيف تقول يعني في بعض الشخصيات ممكن في عندهم غرور، لكن يوم تشوفين شخصية كبيرة ونجمة كبيرة نفس الفنانة طيف عندها ممكن تعطي نصائح بعد حق البنات اللي توهم داشين، هذا شيء ترى على فكرة وايد راح يريحك. على فكرة مو بس أنا، يمكن إحنا اللي أكبر سنا أنا والهام الفضالة، حتى إلهام الفضالة تنفجر عسل تهبل هادية، يعني دائما مبتسمة، وعلى فكرة تحاول تلمهم كلهم مع بعض تحتويهم، ما عندنا مشاكل، ما عندنا غيرة أبداً. بنت تغار من الثانية ما أهم في هذا كله في العمل. ما في وعادي حتى مفجر كانت تيجي تقول لي طيف ايش رايك تقولين هني كذي، ايش رايك تسوين كذي، انا اقول لها، تقول حق ليالي، تقول حق صمود، تقول حق الكل. فاحنا في بعضهم اذا تقولي لهم يزعلون، احنا ما كان عندنا هالشيء، بالعكس مدام قالت لي اكيد هي تشوفني احسن. لان هي اللي تشوفني وتبي نجاحنا، شوفي نجاحها من نجاحنا اكيد، نجاحنا احنا من نجاحها، فهذا وايد حلو لما الجروب يكون حابين بعض. ترى مو بس البنات،
حتى الصبيان شباب صح، حتى الشباب نبي نتكلم عنهم وحالاتهم. بس انا للحين يعني اتذكر لما قلتي هذه من عازم هالعرس اي وحر لان يعني كنت ادري انها ماخذه راي بنتي فايش حقه جايبتها. فامانه المشاهد اللي انت مع ليالي الهراب يعني مشاهد ممتعه فيها يعني ضحك. فيها كميه ضحك وهضامه مثل ما يقولون اللبنانيين، يعني ما ودك المشهد يخلص، يعني كان في كيمياء بينك وبين ليالي دهراب وايد عجيبه. ليالي لان هذا ثالث عمل يعتبر انا تعتبر معي، كان خالد بعد كانت دور بنتي والقد كان خالد كون في كفه وهذا ليالي تهبل ليالي صرنا نفهم بعض من العيون، نفس الهام اللي الحين صاير بيني وبينها من الكون في كفة. أنا أعرف الهام إيش تبي، إيش تبيني أقول، إيش تبيني أسوي، يعني واحد يباص الثاني صرنا فاهمين بعض. فاهمين بعض. ليالي نفس الشيء، يعني ترى في وايد أشياء سويناها وقلناها مو مكتوبة، مو مكتوبة. ممكن هذا سبب نجاح العمل، يعني بعض الأحيان في أشياء مو مذكورة بس أنت تسوينها لا إرادة فعلا تضرب معك. يعني أنا لما طلعت لي من المطبخ وحاطة خس ما أدري جرجيف حلجة هذه مو مكتوبة، أنا تفاجأت فيها متفاجئة بس كانت حلوة والله للأمانة. المقاطع يعني في السوشيال ميديا كلها، ممكن رندا أنا بتكلم عن شخصيتك، ممكن أكثر انتقاد واجهتي في السوشيال ميديا شنو أكثر شيء؟ تس حية لو انزل مثلا شيء ميك اب توتوريال او اي شيء ثاني تس حيه اضحك اضحك لا والله اضحك لانه يعني هم مصدقين هذا اهم شيء عندي انه اوكي هذه صدق خبيثه بس هم اكيد يدرون ان هذا تمثيل هم فاهمين بس استانس لما اشوف التسوى الحقيقه انا اضحك وان شاء الله يعني عندك بعد لازمه اللي رفيشتي وانا اعرفها اي رفيشتي وانا اعرفها الحين قاموا يسوون كروت حق العيد رفيشتي العيديه العيديه يحطون الفلوس حاطين على حق على كل كرت صورنا لا كلش ما في لا حيه ولا شيء كاي قدامنا يا حلوها والكروت تهبل الناس دائما لما يشوفون عمل يتاثرون بالشخصيه صحيح وانا عندي لما يتأثرون ويقعدون يسبون أو معناته أنت نجحتي إذن أنت كشخصية شفتي أن الناس حبوك ولا كرهوك؟ والله دائما بس ما كرهوني هالمرة ما كرهوك؟ لا بس شافوك بس كله يقولوني ليش تطقين إيه؟ أي مادية أم الفلوس أم الفلوس أم الفلوس ليش تطقيني منيرة وايد؟ مع العلم ترى والله شفت الطق هذا كله أنا ما جست هالجذي. ما يعني لا كل لا هذا. إيه ما أطق بس ما أذيها. أنا لو يعني والله يوم يعرفوني بعدها الطق أقول لهم تعورتوا صار في شيء ما أحب حد يتأذى أو أطق فأطق من بعيد لبعيد اللي يشوفه حسبالي أن أنا أطق مثلا وايد الحين المتفاجئة بالإنستغرام بالسناب كلهم يدزولي. ان شاء الله تكونين متفاجئه يعني هذه صارت لازمه اكيد اكيد. رندا طبعا بدايتك كانت من المسرح الاكاديمي، شلون رحتي للدراما والتلفزيون؟ اول شيء صحيح كنت بعد ما تخرجت انا للامانه ما كنت حاطه هذه الفكره ببالي اني امثل نهائيا ما كنت يعني صدق اني ابي امثل. كان منو يدش علي تخيلي مدير الانتاج سعد العدواني اوجه له تحيه كان يدش علي يقول لي رندا في اول مسلسل عندي وما ادراك ما امي مع الهام الفضاله 2018 جميل كان اقول ها امثل قال لي اي دور لبنانيه وكذي هذه كان اول مره اوقف يعني قدام كاميرا ومع الهام الفضاله كانت يعني تجربه حلوه حسيت انه اوكي حلوه كانت عندي لازمه بعد البوبو كنت انا حامل البوبو يعني الياهل البوبو اي بوبو انا حامل البوبو كان دوري اللبنانيه كان حبيت الجو كان اكمل وحسيت نفسي انه صدق يعني يطلع مني حبيتي اكثر انا كنت حابه بس اني اتم مسرح ليش شنو السبب لان دارسه مسرح ومتعوده على المسرح فما كنت اشوف نفسي تلفزيون لكن الحين من بعد نجاح هذا العمل وين شفتي نفسك وين الحين وين شفت نفسي من بعد نجاح هذا العمل اثنين بس اذا بفكر بمسرح مسرح الاطفال للأمانة أحس شخصيتي مسرح أطفال بس تلفزيون من بعد الدور القوي هذا مسرح لايق الأطفال راح يقبلون لايق عليك سنو وايت لايق عليك سنو وايت أي يعني حلو أحس مسرح الأطفال أحبه بس أكيد أحب التلفزيون ما راح أتخلى عنه طيب اليوم لو نقارن المسلسلات التسعينات ونجاحها وشون تكسر بالمسلسلات الحين شنو اختلف؟ وايد أشياء مثل شنو؟ يمكن السيناريو نفسه اختلف الكاتب اللي يكتب يعني مثل ما خليني أقول لك أستاذة حصة يعني دارت الأيام لليوم يسألوني عنها صح. الله فعلا دمعة عمر لليوم يسألوني بس دارت الأيام بالأخذ
يعني أنا لما سويت دارة الأيام لما جيت وخلص بعدين سوينا مصر، كانوا يوني وايد بنات وشباب، الكل كان يقول لي القصة هذه صارت مع عيارنا، البنية تقول لي هذا صارت معي، هذه القصص واقعية. إيه واقعية جاي. أبوي سوى كذي في أمي، يعني فهمتي شيء واقع. يمكن الحين إحنا في قصص مش واقعية وايد، يعني أحسها صارت فيلم هندي في بعض المسلسلات. إيه يعني ما تصير عندنا. فلما أنت تسوين مسلسل يعني تحسين إن كل واحد بأي بيت لامس هذا القصة، يمكن يكون مار عليه، يمكن يكون مار عليه، وخاصة المسلسلات التسعينات كانت كذي ما تلامس قدر المختوم. الحين مع كورونا ومع الضغط النفسي الناس تبي كوميدي لايت طبعا خفيف، اي فما تبي شيء فيه قصة ودراما. لاحظتي هالموضوع؟ لاحظت هالشيء طبعا. حتى انا واحدة خليني اذا مو فنانة انا مالي خلق، الحين احنا بروحنا تعبنا من السلبيات والحزن، الحزن وغير الوباء اللي احنا فيه وكله في البيت وحضر، فنبي نشوف شيء يوسع صدورنا يعني على الاقل. والله ما شاء الله المسلسل فعلا استمتعنا فيه، لان في مشاهد وايد تضحك ونفس ما ذكرت زميلتي حصه، احنا مرينا في ازمه الحين هذه ثاني سنه ازمه كورونا، تعبنا نحتاج هذه الضحكه دائما والتغيير في الاعمال. استاذه طيف وطبعا رنده، طبعا في سؤال مشترك لكم انتم الاثنين. أوكي. اليوم في وايد اصوات تنتقد الدراما الخليجيه وانها ما عادت تخدم المشهد خليجي، يعني في أشياء تغيرت مثل بعض، يعني يقولك في أشياء تغيرت، يعني يقولك يعني بعض الأشياء المسلسلات اللي نقدمها تكون مو حقيقية في المسلسلات الخليجية. ممكن يكون خيال كاتب، خيال واسع، ممكن يكون خيال كاتب. وممكن يعني خلي أقولك على مشهد العرس، مشهد العرس اللي سويناه منيرة وايد قالوا عنه لا ما يصير عندنا بالكويت، ما في معرس يرقص والعروس وخالط، قالوها جميل. بس احنا قاعد نسوي شيء مو موجود عندكم، شيء ثاني ان شاء الله. اكيد طبعا عندنا اتصال من المؤلف علي الدخان. حبيبي علي. الو الو، يعطيك العافيه مؤلفنا. الله يعافيك. ايش سويتوا فينا على هالمسلسل الحلو الخفيف الطينه يا حبيبتي؟ أمتعتونا. وعيدك مبارك وكل عام وانت بخير. انت بخير. انا ترى مو مصاب بالتلفزيون، فما يعني ما اعرف انه موجود. مع فنانة طيف ورنده والفنانة رنده حجاج. يا اهلا فيكم، مبارك عليكم ما تبقى من الشهر، عيدكم مبارك مقدما. علينا وعليك. كلك ذوق يا اهلا فيك علي المتالق والمبدع دائما في الكتابات. طبعا سعيدين على هذه المداخله. يقولون بانك كتبت النص وانت حاط في بالك اكثر من شخصيه. مره ثانيه السؤال ما قاعد اسمع. كتبت، يقولون بانك كتبت النص وانت كنت حاط في بالك اكثر من شخصيه، يعني قلت كل شخصيه لها مثلا هذا فلان له هذه الشخصيه، بعض الاسامي من غير ذكر الاسامي. فعلا انا كتبت امينه خاص، يعني مثلا كتبت دور طيبه قد ام مهدي، كلمتها قلت لها ام مهدي ترى في شخصيه كذا كذا راح تكون لك، ليالي نفس الشيء، شهد سلمان، ام فجر، كل واحد كان مكتبت له شخصيه. فعلا جميل. شفنا اكثر من شخصيه لها لازمه، يعني طيف كان لها لزمة، شهاب جوهر كان عنده لزمة، فهل هاللزمات يعني بالتعاون واتفاق معك مكتوبة كانت؟ كانت مكتوبة، بس ما كانت يعني مكتوبة بهالسن. أم فجر أقصد أم مهدي كانت مكتوبة متفاجئة مرتين، فجيت قلت لها أم مهدي قولي كلمة متفاجئة مع الحركة، فشفت باللوكيشن كلهم قاعد يسوونها، فقلت لها ام مهدي حاولي تحطينها في كل مشهد تركب معاه المتفاجئه. بصراحه انصدمت من انتشار اللزمه، يعني إن على كل حتى اللي ها قاعد يقولونها. صحيح فعلا. اميره بنت طيبه انا كنت كاتبها يمكن 3 مرات، وليالي خذت عليها وقامت تقولها انت يغير. فعلا لا انت يغير كانت مكتوبه وايد، لان كان كل وحده يقعد معاها من زوجاته يقول لها نفس الجمله في القاصد،
فاللزمات مكتوبة بس في مشاهد عشقناهم فيها أكثر عشان تتداول يعني. صحيح. هل فعلا أن شخصية ترقية كانت مكتوبة للفنانة هيا الشعيبي؟ لا يعني مو صحيح. هيا ترى صديقتي وأحبها. لا أنا كتبت أمينة حاف في الحظر الجزء الكلي اللي طاف، وكلمت جهة سلمان قلت لها ما تشتغلين أي عمل السنة الجاية إلا لما تكلميني. كانت تقولي ليش؟ قلت لها لأن كاتب لك شخصية مفصلة عليك يعني، فالشخصية مكتوبة حق شهد. شهد. إنزين سمعنا إن في جزء ثاني حق أمينة حاف، صدق هالموضوع ولا؟ إن شاء الله يعني قاعدين قاعد آخذ رأي كل الفنانين. العصفورة قالت لنا. إن شاء الله إن شاء الله قاعد أحضر حق جزء ثاني من أمينة حاف. أي يعني. بس ناطر ردة فعل الناس على الحلقة الأخيرة. وأبي الفنانين كلهم يكونون موافقين على الجزء الثاني، يعني إحنا كلنا اشتغلنا مع بعض، نجحنا في هالعمل مع بعض، ويهمني إن كل الفنانين يكونون موجودين في الجزء الثاني. يعني نفس المجموعة. نفس المجموعة بس في أتوقع 3-4 شخصيات راح تكون جديدة معانا. وأنا كتبت أول حلقتين. حلو. وبطبشها حق الفنانين وإن شاء الله يكون في الجزء الثاني إذا اعتمدوا كل الفنانين. راح أكمل كتابة. يلا إن شاء الله والله يوفقك ويوفقهم جميعا، وما شاء الله العمل يعني الكل يتكلم فيه، ويكفي انه ترند لمدة شهر كامل. أي والله ألف مبروك. ألف مبروك والله يوفقكم، وانت دائم متألق في جميع كتاباتك. كل الشكر لك علي، شكرا على هذه المداخلة. رندا يعني شفنا اليوم وسمعنا من كلام علي وبالبعض الأدوار، تتوقعين لو كان في جزء ثاني تتوقعين راح يكون نفس هذا النجاح لو كان فيه؟ إن شاء الله إيه، لأن نفس ما قلت لك إحنا جروب على قلب واحد، فأكيد راح نزيد شيء، راح نحط شيء أحلى يعني قطات أكثر أتوقع إيه. أو حتى علي راح يكتب شيء غير. أكيد مختلف. مختلف. يمكن في عمل واحد في السنة تحسين إنه هو كافي حق الفنان إذا كان بمستوى أمينة حاف؟ في رمضان؟ إيه. إيه أنا بالنسبة لي إيه. أنا أحب يكون لي عمل واحد في رمضان. وهذا اللي احنا ملاحظينه عشان ما يتشتتون. ترى والله انا يعني والله في مسلسلات قاعده اشوفها اقول هذه غير الحين، لا اثاري كانت في مسلسل ثاني فتشتت. بس لما تكونين بعمل واحد تركزين. الناس تركز عليك، تبدعين فيه اكثر. ايه؟ بالنسبه لك رندا انا عمل واحد في السنه يكفي ولا انت محتاجه أكثر؟ لا اكثر انا أكثر؟ حاليا إيه احتاج اكثر يعني. بس مو اقط نفسي باي مسلسل يعني اكيد يعني اقرا الدور واشوف شنو وين انا. انتوا الحين المسؤوليه عليكم وايد اكبر لان انتوا حققتوا نجاح كبير طبعا. إيه؟ فيعني الحين الناس ما راح تقبل باي عمل لان يا بنفس المستوى او اكثر، ما راح ترضى اقل. سمعت صحيح. يا علي الناس تبي بنفس المستوى فدير بالك. حتى الحين اختياراتنا شوي قاعده تصير صعبه. مو يعني عادي اشتغل برا رمضان، ممكن اشتغل عمل عملين برا رمضان، لكن حق رمضان عمل على الواحد. هو معروف أنا أشتغل مع بعض ما شاء الله عليك علشان كذي أبدعتي في هذا الدور. لكن البعض يقول إن هذا المسلسل انتشر أكثر ما سبب إن النجاح كبير، يعني كمسلسل قوي كانتشار انتشار وليس نجاح. يعني إنه هو مو قوي كقصة وكيعني أداء وممثلين، لكن السوشيال ميديا هي اللي ساعدت على انتشاره وانتشر أكثر ممكن. بس انا احس انه هو ناجح. ما سمعتوا هالكلام؟ لا انا احس سمعت. الانتشار هو سبب النجاح. صح يعني عمر شيء ما راح ينتشر الا اذا في نجاح. إيه؟ إيه؟ ما دام انتشر معناته في ناس بعد قالوا انه شوفي اول ما اذكر كنا نصور إيه؟ تذكرين كنا نصور باللوكيشن بس ما نبين بس نصور، فكانوا يقولون احتنا ايش كثر تصورون حركتوا العمل. اي وايد انتشر ترى بالسوشيال ميديا ان حرقنا العمل وايد حركتوا عملكم ذبحتوا لنا ما ادري ايش بتسوي. شوفي بس بعد ما نعرض الكل حبه. احنا كنا نصور بس ما كنا نصور مشاهد، كنا نصور نفسنا. ايه لبسنا بروحنا. كنا جاينا سبونسر ولا شيء نصور نفسنا نصور أكيد. ايوه اذا جالنا إيه؟ لبس سبونسر نصوره، لكن غير كذي ما نصور. فهم فاهمين ان كنا نحرق، لا ما حرقنا بالعكس هذا تشويق. بالعكس وكلنا تشوقنا علشان نشوف المسلسل. استاذه طيف اليوم انا اذا بتكلم عن نجاح المسلسل اي مسلسل كان من وجهه نظرك شنو الاشياء اللي ممكن تسبب نجاح هذا العمل من وجهه نظرك؟ اهم شيء السيناريو يكون صح، الكاتب جدا مهم. مهم
المنتج الكاست اختار كاست يعني مو صح. شيء واحد مقومات طبعاً وايد. يعني شو الفائدة ساعات يكون كاست جميل لكن القصة مو حلوة صحيح ما حد يتابعها أو ممكن أهم منتج شيء وفي أشياء ثانية غير المنتج يكون صحيحة. يعني الأستاذ باسم عبد الأمير حلو الشغل طبعا أنا أقول له كل عام وأنت بخير أحلى شيء إنه كان ما يتدخل ترى ما شفناه حتى باللوكيشن سليح ما يتدخل أبدا ما يحب هالشيء روح بعيد الكاست لازم يختارونه صح لا تجيبوا لنا كاست يعني يكون مو بروفيشنال يعني ممكن خلي مو بروفيشنال بعد في بينك وبين حاجز يعني انا واحده خل اقول لك لو تكون في واحده معنا هذا ما عندي اني ما احبها ما اشتهيها ترى يصير ساعات بس انا اقول في المشهد اقوله وكأننا نموت على بعض بس الحين هذا احنا الكبار بس في الصغار لا يبين عليهم فلما تختار كاست يحبون بعض غير صحيح يبدعون اكثر بس كذي ما تشوفين انه في العمل ممكن راح يصير جروبات يعني ممكن في بعض الاحيان شخص وده يدخل حق هذا المسلسل او مرشحين اسمه وبعض الفنانين ما يحبونه فهني معناته ما راح يشتغل لا مستحيل اذا هو فنان بمعنى الكلمه وشاطر غلطان اللي يقول لا تدخلونه صحيح انت وخر انت حياتك الامور الشخصيه اللي بينكم واخروها بعيد الشغل يعني شغل لما انا اشوفه فنان ممكن يعطيني ممكن يبدع ليش ما يجي ترى انا مو ضد ان نكون جروب ترى الحين الاعمال كلها جروبات صحيح. سواء مسرح او صح. او تلفزيون كلامك كله صحيح بس في اتصال جايك وانا بيك تقولين الو قولي الو 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 السلام عليكم عليكم السلام مو سامع الصوت هذا من قبل عرفتيها ولا ما عرفتيها الو لا 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 ترى انا متفاجئه انك ما عرفتيني هذه امول اختي هذه امول اختي طبعا الفنانه امل عبد الكريم يا مرحبا فيك يا هلا ومرحبا فيكم حبايبي انا اهنيكم بالشهر مع نهايه متاخره احنا نهنيك بالعيد ونقول لك كل عام وانت بخير وانتم بخير وعيدك مبارك وعود عليك بالصحه والعافيه وتقبل الله منا ومن صالح الاعمال امين يا رب حبيبتي ما قصرتي انا بس حبيت اهني اختي على العمل والاخت رندا بعد حبيبتي مشكوره الله يبارك فيك الحمد لله على سلامه ميمتك رندا والله يخليها لك ان شاء الله على سلامتها تسلمين حبيبتي انا ودي اسالك ليش ابتعدتي يعني عشان الحجاب عقب ما تحجبتي ابتعدتي والله شوفي انا يعني مو علشان الحجاب انا بصراحه صارت لي دنيا ثانيه واختي تعرف انا الحين مشغوله مع احفادي هذه دنيتي الله يحفظهم لك ان شاء الله تفرحين بعيالهم يا رب ان شاء الله حبيبتي وياك وأتمنى لكم كل خير وأهنيكم على العمل المتميز حبيبتي مشكورة ما قصرت شكرا شكرا ويا أختي صراحة أنا متفاجئة وأتمنى طيب خلاص عدبسنا تراجيدي وبشي وحزن صدقتي صح اي والله بدعت بالأدوار الكوميديا الخفيفة الحلوة اللي إحنا يعني شفناها هالمرة بشيء جديد واحنا مستمتعين واحنا نشوفها يا بعد عمري شكرا للفنانه امل يعطيك العافيه وشكرا على مداخلتك ما قصرت الحين نروح متفاجئه اروح البيت واشوفها وكون متفاجئه طيب انا احنا وصلنا للختام بس انا المنتج باسم عبد الامير ذكر اجرك زعلتي ولا كان الموضوع لا عادي بالعكس عادي بالعكس هذا شيء اكيد بعض الاحيان اي شخص يذكر اجره ليش يزعل صح لا طبعا وهذه اجمل صراحه من عندك اليوم طبعا احنا سعيدين لوجودك معنا استاذه طيف كنتي متالقه ما شاء الله اليوم الاطلاله هذه جميله واللوك يهبل كل الشكر لوجودك معنا وايضا نشكر رندا الله يوفقك يا رب في جميع الاعمال اللي انت راح تقدمينها ان شاء الله في المستقبل وصلنا لنهايه حلقتنا وكنتوا اجمل وردتين في البرنامج نورتونا وساعه مباركه شكرا على وجودكم رندا نورتي
فينا وننطر منك المزيد، وانت طاقه فنيه شبابيه رائعه. ان شاء الله يعطيكم الف عافيه على اللي قدمتوه وامتعتونا. حبيبي شكرا على وقتكم وشكرا على وجودكم. مشاهدينا وصلنا معكم لنهايه حلقتنا، نلقاكم ان شاء الله باكر في سراي، مع السلامه. طبعا مشاهدينا مثل ما ذكرت زميلتي راح تودعكم، وانا ايضا حابه اقول لكم تصبحون على الف خير، واليوم حلقتنا كانت جميله اكيد بضيوفنا المميزين.